من بغداد تنضم لنا الأستاذة هناء أدوار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، للحديث عن الموضوع. أهلا بك معنا سيدة هناء. طفلة نوال ربما هي مثال عن المئات أو الألاف من الأطفال الذين تركوا من قبل مقاتلي داعش، الذين فروا أو من قتل يعني أبويهم من داعش، لكن بقوا بدون معيل، بقوا يعني في مخيمات أو في الشارع حتى بعد أن تم تحرير بعض المناطق التي كانت محتلة من قبل داعش. هنا نتحدث عن أطفال صغار من دون 5 سنوات، حتى أطفال رضع في بعض الأحيان. ما مصير هؤلاء؟ يا شكرا يا عزيزتي، هذه قضية يعني حقيقة تشعر بالألم، وهي مقلقة جدا، لأنها على ضوها البلد مستقبل مجتمع كامل. يعني إذا القادم من هذه المناطق، خاصة المناطق اللي شهدت نزاعات مسلحة، لم تتعافى ولم تتعافى نتيجة غياب الخدمات لاستيعاب هؤلاء في الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، الدعم الصحي، الدعم التعليمي، أكثر من ذلك القاضي. لحد الآن عدد غير هم بحاجة إلى نعم وثائق. سيدة هناء، لم تصلني الجملة الأخيرة بشكل واضح، الصوت لا يصلني بشكل واضح، ماذا كانت الفكرة بالتحديد؟ نعم. قلت الدعم النفسي، الدعم الاجتماعي، ماذا أيضا؟ وأيضا الدعم الصحي التعليمي، لأنها عدد غير لا للأسف الصوت لا يصلني بشكل واضح. أستاذة هناء، مع الأسف لا يصلني الصوت بشكل واضح. سنحاول أن نفتح نقاش هذا الموضوع المهم في حلقات أخرى، وإلى حد الآن أشكرك على هذه المداخلة معنا هناء أدوار، ناشطة في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، كنت معنا عبر الهاتف من بغداد.